بداية طبعا عايزين نتكلم عن اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الشباب والرياضة ويعني متابعته لملف كأس العالم لليد 2021 اللي هيقام على مصر. هل دي مؤشرات بتقول ان احنا كده ان شاء الله هنشوف بطولة يعني ما تخرش المية؟ والله خليني يعني نرجع سنة ورا شوية ونقول ان مصر الحمد لله حطينا نفسنا في يعني مقدمة الدول اللي بتنظم الأحداث الرياضية الكبيرة جدا. دلوقتي احنا بقينا قادرين ننظم أي حدث بالشكل اللي يليق بمصر وبسمعة مصر. بقى عندنا مؤسسات كبيرة كله بيتضافر، معنى ان سيادة الرئيس يتابع الأمر عن كثب يعني كل لحظة. ده يعني مؤشر يقول ان الأمر ده مهم للناس كلها، معناه ان كل الناس هتتضافر عشان خاطر نطلع حدث يليق. شفنا قرعة كأس العالم لليد اللي أقيمت تحت سفح الأهرامات، لا حدث كبير، العالم كله اتكلم عن القرعة، عن التنظيم، عن الشكل اللي هو يليق باسم مصر. مشاركة الوفود معنى ان انت تنظم حدث كبير زي كأس العالم بمشاركة 32 دولة في ظروف استثنائية. العالم كله بيمر بظروف استثنائية، العالم كله عايزين نقول بيئن وعنده مشاكل كتيرة جدا بسبب كورونا، لكن مصر الحمد لله قادرة ان هي تقف على رجليها، بتتحدى الأزمات، بننظم أحداث كبيرة. آخر حاجة كان كأس الأمم الأفريقية تحت 21، عملنا بطولة يعني استثنائية. لا مصر إن شاء الله تقدم لنا بطولة برضو هتليق باسم وبتاريخ مصر، وإن شاء الله يعني تمتع العالم كله بإذن الله، سواء على مستوى التنظيم أو مستوى الأداء بإذن الله. بإذن الله. طيب بما أنك جبت سيرة الأداء، كنت عايز أطمن بقى منك على يعني وضع منتخبنا الوطني لكرة اليد، الكواليس اللي جوه، جاهزيته، هل يعني حاطط عينه على انه يحرز اللقب؟ هيقدر يستغل عامل الارض والجمهور ان هو يروح لابعد المراحل في البطوله دي؟ والله خلينا نتفق ان البطوله مش سهله. مش سهله خالص، يعني احنا وقعنا في مجموعه يعني، بس احنا اللي اخترناها، احنا اللي اخترناها المجموعه السبعه شبه متوازنه، ولكن برضو البطوله قويه. يعني البطولة بشكل عام ماشي، بطولة مش سهلة. خوفتني ولا هتطمني؟ لا قول لي بس. احنا لازم نحط نفسنا ان احنا في حدث كبير. تمام. بطولة بتتاخد على مراحل، كل مباراة يعني بيبقى ليها حساباتها. صحيح احنا نستفيد من عامل الارض والجمهور، ولكن انت بتلعب منتخبات عالمية. البطولة مش بالشكل الناس متخيلاه، هيبقى فيه تسييد لمنتخب، لا انت معاك معنا في المجموعة بتاعتنا السويد والتشيك، ولسه منتظرين الفائز من امريكا الجنوبية. المنافسة مش سهلة، احنا نمتلك لعيبة الحمد لله برضو على شكل كويس، عندنا جهاز فني كويس، عندنا فيه المساندة، ويمكن ده اللي هيزود او يرجح الكفة عندنا، ان كل الناس ورا المنتخب، وده هو ده بقى دور المنتخب. الناس دلوقتي في معسكر، الحالة كويسة جدا، بينقصنا حتة الماتشات بقى الودية القوية. انت محتاج تعمل ماتشات ودية عشان خاطر تدخل الناس في أجواء البطولة. محتاجين ان احنا نوصل لفورمة معينة نقدر على اساسها نقول والله احنا هنعدي ان شاء الله الادوار الاقصائية. بعد كده احنا شايفين في الصور كده لعيبة المنتخب الوطني، صور بتؤكد ان هم يعني جوه المطبخ والتمرينات الرياضية بيقوم بيها كابتن احمر يعني في استعدادات بدنيه. فهل ده حضرتك عايز بقى تقول انه مع الاستعدادات البدنيه ديت يبقى في الاحتكاك المباشر من خلال المباراه الوديه؟ هو المعسكرات بتتقسم على مراحل، ويمكن دلوقتي معسكر المنتخب الفتره الحاليه لو يعني قلنا عليه ان هو اشغال شقه. دلوقتي الناس بتعد نفسها بدنيا وذهنيا، ويعني الجانب اللي هو البدني والفني. محتاجين بعد كده جزء الماتشات، يعني ده اللي مهم. احنا عندنا اسماء كبيره، احمد الاحمر، علي زين، المنتخب بتاعنا تقيل. مش طب لو هنحط عنوان كده لمنتخب كره اليد توصفه بايه؟ منتخب يعني توصفه بايه في عنوان؟ والله العنوان ان احنا منتخب
يعني ينتظر فرصة أو أمامه فرصة تاريخية إن احنا نحط نفسنا في منطقة تليق يعني بتاريخ اللعيبة دي بإذن الله.